اليونان قد تدخل في حالة إفلاس تام في 20 من آب أغسطس، لكن هذه المرة يتوقع ألا تجد من ينقذها. وفد من ترويكا وصل الثلاثاء إلى أثينا لمراقبة مدى تطبيق الخطة التقاشفية المفروضة عليها، لكن مسؤولين أوروبيين عديدين يؤكدون مخالفة اليونان للخطة، ما يصعد احتمال خروجها من منطقة اليورو. أعتقد أنه يجب أن نتوقع خروج اليونان قريبا أو بعد حين، يقول هذا المحلل. في هذه الأثناء تدرس ترويكا الموضوع مرة جديدة ويتوقع أن تخرج بتقرير محايد. مع توقعات خروج اليونان من منطقة اليورو، تزداد الضغوط على أسبانيا وإيطاليا اللتين تشهدان ارتفاعا للفوائد على سندات ديونهما، خصوصا بعد تخفيض تصنيف ألمانيا الائتماني.